بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع الرسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. كلمة حتى يستوفيه يدل على أنه حتى كأنه اشترى من شخص آخر أو استوهب من شخص آخر، فحتى يستوفي سين للطلب أي يأخذه وافيا كاملا. وهذا الذي فسره في غريب اللغة حتى يقبضه. حتى يقبضه ما معنى القبض؟ بمعنى أنه يحوزه إلى رحله أو إلى محله، أو إذا كان العرف جرى بالتخلية بحيث أنه في المكان نفسه مكان مشاع إن شاء الله يدخل فيه، مثل ما الآن يعمل هؤلاء في المحلات في أسواق الخضروات وكذا. فإذا كان أحد اشترى فتخلى وأخذ المال فجاء في المكان نفسه يبيع، هذا ليس فيه شيء، هو صار قبضا. فكل شيء قبضه على قدره. فقد يكون قبض العقار حتى يقبضه، كيف يكون قبض العقار؟ لا ينقله طبعا، فلا بد أن يكون يستوفي شهادة البيع الشاهدين، وكذلك يقبض الثمن ويأتي الثمن إلى آخره. فهذا هو المطلوب. لماذا؟ لأنه قد يحدث هناك خلاف بين البائع والمشتري ولم يقبض إلى الآن، فيبيع من شخص آخر ويحصل معه ومع الشخص الآخر الذي باع عليه خلاف. والإسلام يمنع كل شيء يكون سبب أو مثار الخلاف بين أخوين من المسلمين. باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. الابتعاء هو الشراء، لكن قد يكون أحد وعده أنه يهبه شيء، فالتمليك إذا قال أملكك، فالاستيهاب أيضا أو هبة يقوم مقام ابتعاء الطعام، فلا يبيع حتى يقبضه. قال ابن عباس: وحسب يحسب كلاهما، وأحسب عن كل شيء مثله. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة. ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من أصول الشريعة في الحقيقة، القياس، كأنه استعمل القياس، قال: كل شيء مثله. إذا كان شيئا منقولا فيقبضه وينقله هنا طعاما. فإذا كان هناك سلعة من سلع، أدوات الكهرباء، أدوات السباكة، أدوات أي شيء من هذا، ثياب والبز وغيره وغيره، يقول: أحسب كل شيء مثله. وهذا شيء واضح إن شاء الله في معناه، لأن مناط العلة ما هي؟ أنه لا يحصل الخلاف بين، إذا ربما الأول يفسخ البيع لسبب من الأسباب، أو ربما يمتنع من إعطاء الاستيفاء. ففي هذه الحالة في الحقيقة يعني القياس يكون في محله، أن كل شيء لا يبيع حتى يقبضه، وهو معروف أنه كل شيء يكون قبضه على قدره كما مثلنا.
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وابن عمر وابي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يوكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. لماذا في الطعام وما والشراب ما دام كل شيء يكون سبب الخلاف بين المسلمين إذا باع قبل قبضه، فينبغي أن يكون في كل ما يحتاج إليه الإنسان، وهذا هو الأقيس. فقول ابن عباس والله أعلم في محله ينبغي أن يكون ينسحب الحكم وإن كان النص ابتاع. وجاءت رواية، بعض الروايات جاءت يعني السلة بلفظ السلة، إذا اشتريت شيئا انظروا، بارك الله فيكم. هذا الحديث صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله، قال حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي. قال: إذا اشتريت شيئا مثل الطعام، إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه شيئا. فليس هنا تقييد للطعام والشراب، فيكون شيئا نكرا في كل شيء يشتمل كونه شيئا. رواه أحمد. وقال محمد في الموطأ بقول ابن عباس: نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام. فبذلك هنا وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق، لا يدل على أنهم لا يجعلون الأشياء الأخرى مثلها، إنما التشديد في الطعام والشراب لأن في هذه الأشياء في حينه يحتاجونها، وهو من الأشياء التي لا يستغنى عنه، وأما الأشياء الأخرى قد يستغنى عنه بعض الأوقات، لكن الطعام والشراب لا يستغنى عنه. فالتشديد يكون في بيع الطعام والشراب قبل الاستيفاء، وهو قول الإمام أحمد. فقول الإمام أحمد وإسحاق لا يعني أنهم لا يجعلون الأشياء الأخرى مثل الطعام والشراب. وعلى كل حال يكون حكمه حكم الأشياء، حكم الطعام والشراب حكم الأشياء أيضا. قال أبو عيسى: نعم. ثم بعد ذلك قال: إنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وقول أحمد إسحاق. قال: العيني، من يكون العيني؟ شارح أبي داود، أيضا أعظم كتاب صحيح البخاري له شرح. أي نعم. أما له أيضا أعظم كتاب في المذهب الحنفي له شرح: إن الهداية قد كالقرآن قد نسقت ما قبله من صحب، أو بهذا المعنى قالوا. فالهداية له شرح اسمه البناية، هو كتاب، ففيه نفس في الحقيقة نفس تقليدي كثير، وأما في شرح البخاري فنفس حديثي كثير. نعم. وهذا مما يوجه النقد إليه، كأنه حينما يشرح مسائل الحنفية فيذهب إلى المسألة التقليد أو القياس كثير. قال: العيني، هذا الكلام قاله في البناية، اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام والشراب كالقبض قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام. وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجوز بيعه قبل القبض. انظروا، لم يجعل الإمام أحمد الذي نقل عنه هنا أنه يكون طعاما وشرابا فقط، إنما يقول: إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا، قد يتعدى إلى غير الطعام والله أعلم، لم يجوز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز. قال زفر ومحمد الشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان وغيره لإطلاق الأحاديث. انظروا الآن مالك رحمه الله ماذا قال: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص بالأحاديث بالطعام. لا شك أن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: من ابتاع طعاما
فكأنه فاته الحديث الثاني. الإمام مالك رحمه الله فاته الحديث الثاني، وإلا ما كان يستدل بهذا الحديث ويترك ذاك الذي فيه من ابتاع شيئا، شيئا بمعنى طعاما أو غير طعام. فلذلك يكون القول الراجح في هذا إن شاء الله وهو ما جاء في أحاديث الأخرى بدون النظر إلى أقوال خاصة، أنه إذا كان أي شيء يكون بيعه مثار خلاف قبل القبض فلا يجوز بيعه، سواء كان طعاما أو شرابا أو ثوبا أو حديدا أو أي شيء. أنام أشياء ثقيلة، هو هذا قلنا إذا كان لا ينقل عادة. البيت نفسه اشتريت العقار الأرض وكذلك البيت مبني، هذا ما تنقله، إنما هو استيفاء من حيث وقوع الشهادة على البيع، كذلك الإعطاء والأخذ للقيمة انتهى، والتفرق إذا حصل صار قبضا له. فالسيارة إذا كان تشتري نقله من مكانه يكون بالفعل لابد أن ينقل، هو الذي يكون يعني قبضا. فالشيء الذي ينقل ينقل كما جاء في الطعام والشراب خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلها الناس إلى محلهم، وبهذا المعنى جاءت الرواية. على كل حال فالراجح إن شاء الله أي شيء لا ينبغي أن يباع إلا إذا كان حصل له ملك تام على هذا الشيء، إنما يعد وعد هذا شيء آخر، إذا تم بيعي لشيء كذا أنا أبيع لك إن شاء الله كذا. باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث هو ابن السعد الفهمي النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وهذا أمر معروف، بحيث إذا لم يتم البيع ولم يكن المتاع أو السلع لم تكن معروضة للمزايدة، فإذا كان هناك للمزايدة وينظر إلى وجوه الناس أي واحد يأتي أكثر من هذا، فيجوز لي ولك ولهم ولهن أن يدخلوا في البيع على البيع. لكن إذا كان اثنان كاد أن يتم البيع، وكذلك الخطبة إذا كان بنت وشاب وأولياؤهما إذا كانوا قادوا أن يتموا لا يدخل في هذا أحد حتى يترك أو حتى يحرم منه أو يأخذ هو فينعزل. فالحاصل لا يخطب بعضكم على خطبة بعض، إذا كانت المرأة أجابت الخاطبة بالموافقة فلا يأتي أحد فينقض، لكن إذا كان لم يكن هذا النوع بل هي تريد أن ننظر إذا خطب أحد فقال ننظر ونعطيك الخبر فيما بعد ولم يعطي شيئا، وربما إذا جاء أحد فأيضا تنظر وكذا، فجاز لواحد أو اثنين أو ثلاثة كل واحد يدلي بدلوه. وقصته معروفة، فاطمة بنت قيس لما تعلت من نفاسها قالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال كيف خطب بعضهم على خطبة بعض، قال أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع وساه ناتقي، ولكن إنكه وسامة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الخطبة أيضا زيادة، هذا كله فيما إذا كان لم يكن هناك أجابت لواحد بعينه. قال وفي الباب عن ابن عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه. لا يصوم بصيغة النفي، ما هو كذا، إذا كان صيغة النهي فيكون لا يصوم، لا يصوم بحذف حرف العلة، لا يصوم الرجل على صوم أخيه، والنفي في محل النهي يكون أبلغ كما قالوا، يعني ليس من شأن المسلم أنه يصوم على صوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم الصوم، يعني يساوم كل واحد في مرحلة المساومة، فجاز لعدة أشخاص أن يساوموا، فمن زاد القيمة فهو الذي يأخذ. ولفظ البخاري نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه
حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. الحديث واضح إن شاء الله. ومعنى البيع في هذا الحديث عند الترمذي قال سورة الصوم أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول المالك ردد لأبيعك رده رده لأبيعك خيرا منها بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده ليشتريه منك بأكثر، وإنما يمنع ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. المسألة واضحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة مضى علينا كثير، وهو السامي البصري ثقة، قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا يعني ليث ليث هو ليث بن أبي سليم، ليث بن سليم ابن الزنيم، وهو ضعيف، وليس ليس هو الليث بن سعد، لأن هذا في الطبقة العالى. ليث بن سليم ابن الزنيم يحدث عن يحيى بن عباد، وهي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة، عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان. أما أهرق الخمر متى كان هذا؟ بعد تحريم الخمر. واكسر الدنان هنا قالوا إن هذا الحديث لأجل هذا ضعيف، وأما كسر الدنان فليس بواجب، كما كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم ناس فقال اغسلوها وأبقوها إلا المزفت كما جاء في الروايات، فلذلك قد يكون هذا فيه نكارة بزيادة كسر الدنان. أما الخمر إذا اشتري ولو لأيتام فلا بد أن تحرق، وليس هو سلعة مشروعة في دين الله تبارك وتعالى. قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس، بمعنى أن الخمر لا يجوز أن يبقى كما يعني هو جاء في أحاديثهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرقوه، مثل حديث أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة في تحريم الخمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنه ليتيم، فقال أهريقوه. الحديث صحيح. وكذلك رواية عبد الله بن عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى، لما حرمت الخمر وعندنا خمرا لأيتيم لنا، قال إنام جابر رضي الله عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر عندنا خمرا إن عندنا خمرا ليتيم لنا فغمرنا فأهرقناه. فهذا هو على كل حال، الخمر ليس سلعة في دين في الإسلام مطلقا، وليس ملكا مملوكا جائزا أبدا، فإذا كان أحد أهراق غيره، وهذه المسألة بحثوا فيها، إذا كان عند أحد معازف والأشياء هذه التي هي محرمة، فإذا كان أحد كسر لأنه لا يجوز أن يتعامل في بلد الله تبارك وتعالى وفي بلد الإسلام، فهل يغرم أو لا يغرم؟ علماء بحثوا فيها قالوا لا يغرم، لأن هذا شيء حرام، إذا كان يستطيع بقاب يده فيجب عليه أن يكسرها، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. بهذا المعنى أيضا الخمر لا بد أن يهرق، وإذا لم يهرق هو أهرقه الآخر أيضا لا يضمن ولا يغرم. ثم قال باب النهي أن يتخذ وليس يتخذ، أن يتخذ الخمر أو تتخذ الخمر، أن يتخذ الخمر خلا. قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري وهذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد أنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث، والحديث الدنيا مضى بنا، وهو السدي إسماعيل بن كريمة السدي الكبير صدوق عن يحيى بن عباد، فليس فيه ذكر كسر الدنان،
إنما كنت أسقي كما هو مضى بنا، كنت أسقي الناس فجاء فأتاه آت فقال إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها. نعم، هذا هو الصحيح. ورواية الليث عن يحيى بن عباد ضعيفة، رواية السدي حسنة، سدي الكبير، وسدي الصغير ضعيف. نعم. باب النهي أن يتخذ أو يتخذ الخمر خلا. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا سفيان عن السدي، هو هذا الذي جاء إسماعيل بن عبد الرحمن، إسماعيل بن عبد الرحمن أو إسماعيل بن أبي كريم أظن الكوفي، صدوق، عن يحيى بن عباد وهو يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا. وكذلك في روايات أخرى أنه أمر أبو طلحة بإهراقه مطلقا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن منير أنه قال سمعت أبا عاصم، وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، قال سمعت شبيب بن بشر، شبيب بن بشر وهو صدوق أبو بشر البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، عاصرها معتصرها الظاهر الذي يعتصر له أو طلبت تالي الطلب قد يكون من باب الافتعال، عاصرها الذي يعصر بنفسه والذي يطلب أن يعصر له أحد آخر، وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، شاربها وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، والمشترات له. الله أكبر. نعم، هذا كله يحصل في المسلمين وفي بلاد المسلمين والله المستعان، مع أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن تعرفون أن حتى في بلاد المسلمين يعطون شهاد رخص، رخص للشركات أو رخص لمسانة، رخص للمحلات. الله المستعان، ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين حتى يستحقوا رحمة الله تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تخليل، تخمير الخمر معروف، الخمر هو يكون مسكرا، أما الخل في معالجة أخرى الظاهر فيه يعني قد يكون الخمر يجعلون فيه شيء يذهب سكره، هذا تخليل ولا يجوز تخليله. لكن إذا تخلل، حتى نقل الشافعي وقول الشافعي إذا كان في بيت أحد خمر تخلل من عند نفسه من غير معالجة جاز له أن يستعمل خلا، لكنه إذا عالج فهو حرام، لا يجوز أن يعالج، فنهى عن تخليل الخمر لأنهم يجعلون فيها أشياء قد تكون يعني يجعلها خلا غير مسكر. نعم، لأن كل شيء مسكر هو الذي يسمى خمرا. نعم، كل مسكر خمرا. وقالت عائشة رضي الله عنها وإن أسكركن ما هو حبكن فلا تشربنه. فيها جاءت واحدة تابعية مجهولة لكنها صحى النسائي وغيرهم، ولو إذا تخللت بنفسها أو يباع في السوق يهودي يبيع أو أي واحد يبيع خلا ويخبر بأن هذا كان خمرا فينبغي أن يجتنب الإنسان لأنه ربما يبقى فيه شيء من السكر، لكن بالفعل إذا صار خلا الناس يعرفون جاز أن يشتري خلا لأنه لم يبقى خمرا فلا يشتري خمرا. نعم، إذا تخلل بنفسه قالوا هو بفعل الشمس إذا كان أو الحرارة ومضي الوقت قد يكون خلا يذهب عنه السكر، على كل حال أحسن لا تعرف هذه الأشياء. نعم، هو الآن تعرفون الذين يجلدون في بعض الأحيان من أين يأتون به؟ في القديم ما كان، أنا أذكر أنه في المدينة كان
يؤتى على باب عمر رضي الله عنه وكان يجلدون هؤلاء شرب خمرا من أين؟ وحتى يعلنون أنه كان التمر نفسه من التمر يلقي أياما يصير يطير. أما نبيذ يوم يومين هذا معروف الله المستعان. فصنع الخمر هذا الله المستعان أسهل لكل واحد، حتى لو كان جعلها، لو قرأت كتاب الحسك في الله المستعان، يعني علق عليه بعض مشايخنا حسب كتاب للحنفية، فقرأنا فعلق بعض مشايخنا، لأن عند الحنفية لا يحرم من الخمر إلا القدر المسكر. إذا كان خمر معروف، خمر يشربه كافر ويسكر، إذا كان معروفا أن 200 جرام منه يسكر لا يجوز شربه للمسلم، لكن إذا تأكد وتثبت أنه إذا كان 150 يشرب لا يسكر جاز هذا، إذا كان من غير المتخذة من العنب، إنما من العنب قليلها وكثيرها حرام. فالحسك في هذا رحمه الله من الحنفية. إذا رأيت سبحان الله في كتابي أن من النوع الفلاني قدر كذا، رطل كذا وكذا يسكر وكذا لا يسكر، والثاني كذا والثالث كذا، فالشيخ قال كأنه كان في بيته مصنعا للخمر، يعني بالدقة كيف جرب. شيخنا علق عليه قال كأنه كان في بيته مصنعا للخمر بالدقة، إذا كان من البر كذا، إذا كان من التمر كذا، إذا كان يعني أيام كذا يسكر، وكذا من المقدار يسكر أو لا يسكر، بالتفصيل عجيب جدا. الله المستعان، لكن لا تعرفه أحسن. نعم والله المستعان. نعم بالفعل، يعني الإنسان يعني هذه كلها اختبار للإنسان، وإلا يقدر أن يصنع كل يوم في بيته هذا زبيب يرميها يوم أيام وكذا خال. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فيه مرارة أو رمى زبدا شيئا ما في اليوم الثالث كان يسقي الخادم، لأنه لم يبدأ لكنه فيه تورع، وبعدها ربما إذا ترك فيكون حادا وحارا. نعم الله المستعان. باب ما جاء في احتلاب المواشي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح لغيره. نعم. باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، احتلاب الماشية بغير إذن أصحاب الماشية، جاز أو لا يجوز؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هل يخالف هذا إذا مر أحد فحلب ماشية أحد، أكل من بستان أحد تفكها أو احتياجا؟ ويقول هنا قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الثقة قال حدثنا جزاك الله خير قال حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني ولا البصري، نعم بصري، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه علة تدليس قتادة وعلة تدليس الحسن البصري، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى حسنوها لغيرها. نعم حسن قتادة ابن الدعامة يحتاج إلى دعامة يقولون لأجل تدليسه، وسعيد ابن أبي عروبة إذا مختلط، لكن عبد العالى ابن عبد العالى سمع منه، انظروا سبب العيلة الكثيرة، سعيد ابن أبي عروبة مختلط في آخر عمره، لكن نصوا على أن عبد العالى ابن عبد العالى البصري سمع منه قبل اختلاطه، فذهبت هذه لله. سعيد ابن أبي عروبة قتادة عن قتادة، قتادة عن الحسن والحسن عن سمرة، قتادة والحسن يدلسانه، فما دام لم يقولوا سمعت عن الحسن والحسن، ما قال سمعت عن سمرة،
يأتي سبب الضعف، فهل يرتفع هذا الضعف؟ نعم، من طرق أخرى ارتفع هذا الضعف ولذلك حسنوه لغيره. نعم، لم يسمه هذا انقطاع ولم يسمع منه إلا حديث رقيقة قالوا، لكنه ما دام جاء معنى الحديث فيقويه معنى الحديث من طريق آخر. قالوا في الباب عن عمر وابي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة قال عن الحسن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، يعني يأتي الصوت هل في أحد من صاحب الغنم أو بهذا المعنى، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. ترى هذا مثل ما إذا مر على بستان جاز له يأكل ولا يتخذ خبنة ولا يحمل ماه. فبالباب قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح، اختلفوا فيها، لكن حتى لو كان صحيحا يحتاج إلى تصريحه في السماء أنه كان يدلس، بمعنى أنه يروي بصيغة التدليس ما لم يسمع، فمن الممكن أن يكون سمع بالجملة لكن لابد أن نبحث عن سماعه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة، إذا كان يحدث عن صحيفة والصحيفة ثابتة لا يطرأ عليه الضعف في الحقيقة، لأن الصحيفة الآن من أقوى الروايات الآن بدل الحفظ، الرواية عن الصحيفة عن رواية عن كتاب البخاري وترمذي أصح شيء إذا كانت الصحيحة صحيفة ثابتة. فإذا كان يتجوز ويقول عن كذا كأنه سمع هذا الذي يؤخذ عليه، لكنه بالفعل إذا أخذ من الكتاب فالكتاب إذا كان ثابتا عن الشخص فالرواية متصلة كأنه حملها عن الكتاب. نعم، إيه ما يحتاج التصريح بالسماء، لكن لماذا يقول عن السمرة كأنه سمع؟ لو قال عن كتاب السمرة أو عن صحيفة السمرة كان على المطلوب. فمهما كان على كل حال، لكن الرواية لها موجود، يعني لها شواهد. قال أبو عيسى قالوا إنما يحدث عن صحيفة سمورة، هنا قال وفي الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحد ماشية إلا بإذنه. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. كذلك أبو سعيد إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب، من غير أن تفسد، من غير أن تفسد ماذا؟ يعني لا يأخذ ولا أن يحلب أكثر من الحاجة، أكثر من الحاجة. فهذا الحديث يقوي الحديث السابق، وهو أنه ننادي يسود إذا كان موجود إستاذ، وإلا مثله مثل من مر على بستان فجاز له أن يأكل تفكها أو على قدر حاجة إذا كان محتاجا، ولا يتخذ خبنة يحمل معه في طرف ثوبه، فيكون مثله مثل هذا تماما فيجوز إن شاء الله. لكن فرضنا أنه إذا عرف من شخص دون شخص، إذا عرف من شخص أنه لا يجوز له مطلقا، فما الحكم في هذا؟ والله أعلم، إذا كان محتاجا في هذا جاز له ولو بدون إذنه، ويكون سبق له الإذن وكتب على الباب لا يجوز لأحد سواء كنت موجودا، لكنه الضرورات قد تبيح المحظورات. وهذا الحديث سابق على إعلانه، فيكون عند الحاجة يجوز للإنسان يأخذ، أما بدون حاجة فليتورى يكون هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وقصة أبي معبد أنهم استأذنوا وحلبوا وشربوا. نعم.
أشياء يعني ذكروا هنا أقوال، يقول أن الحديث لا يقصر عن درجة الصحيح ويكون العمل عليه، ولا مثل حديث إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني جعلوا الحديثين بمعنى واحد، فيجوز للإنسان إذا مر بمواشي أحد أن يأخذ على قدر ما يحتاج ولا يأخذ أكثر من الحاجة. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أنه قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ولا حرم ولا حرم إن الله ورسوله حرم، يعني ما قالوا إن الأدب ألا يجمع هكذا بين ضمير الراجع إلى الله تعالى وبين الضمير الراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرم بالبدلية، يعني كانه يقول إن الله حرم ورسوله حرم، أما حرم ففيه شبهة اشتراك، ما هو كذا جعلتني لله ندا ما شاء الله وشيت، ويقول جعلتني لله ندا. فمن هنا جاء في بعض الروايات، الرواية أظن فيها ضعف والله أعلم أو حسنه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال بئس الخطيب، لأنه جمع بين الضمير الراجع إلى الله والضمير الراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من يعصهما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، كان على المطلوب. ألا هذا المعنى الظاهر؟ يقولون إن الله حرم، ما قال حرم بالمثنى، إنما قال حرم بالإفراد، فيكون على البدلية إن الله حرم ورسوله حرم على تحريم الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. فإذا تحريم الله تحريم رسول الله تحريم من الله، تحريم من الله تحريم من الرسول، لأنه هو المبلغ. ما عرفنا تحريم الله إلا عن طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس. يستسبح أي يجعلونه في المصباح، سين للطلب، يعني يتخذونه في المصباح ويسترجون به السراج فيستسبح بها الناس. قال لا، هو حرام مهما كانت فيها منافع، لكنه حرام فلا يجوز القربان منه، والخمر فيه منافع للناس لكنه حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشهم فجملوه، وهنا فأجملوا، كلاهما جاز، جمل بمعنى أذاب وأجمل بمعنى أذاب وأسال، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ولم يأكلوا الشهم الميتة. فهذا دليل على تحريم الاحتيال، على تحريم الاحتيال على محرمات الله تبارك وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يحتال على تحريم الحلال تحليل الحرام. نعم، فإنه هناك حاجة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس، ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بحيث لا يجوز لكم أن تبيعوا ولا أن تشتروا. لكن نعم، جملوه يعني كانوا يذيبون الشهم، ممكن أن يأكل بعد الطبخ، ما هو كذا، لكنهم ما أكلوا فأذابوه وباعوا السمن للناس، باعوا الشهم. كلاهما معنى واحد إن شاء الله. بعض الكلمات تأتي متعديا وهو ثلاثي، وكذلك يدخل في الرباعي متعدي أيضا. نعم، فأجملوه وجملوه، أنا أذكر أن رواية البخاري فجملوه. نعم، ها؟ إيه نعم، هنا قال عن الميتة،
قال حرم بيع الميتة بين الخمر والميتة. الجلود هذا أنها سئل عن جلود الميتة فقال كل يهاب دبغ فقد طهر، لكن الميتة بذاتها مع جلودها لا يجوز أن يباع ولا أن يستفاد منه إلا جلدها بعد الدباغ. أما اللحم فهذا قد كما جاء في الروايات أنه يجوز أن يعلف بها الدواب أو يطعم الدواب، يطعم الدواب الدجاج وغيره الذي هو قد يأكله، لأنها جاز هذا العلماء نص عليه العلماء استنباطا من بعض أقوال الصحابة. نعم، ولا يقال إنها لا تطعم الدابة ميتة لأنها اللي هي تأكل أشياء التي هي حرام لا شك فيها، بمثل هذا ليس لها حرام. نعم، قال أو ليس لها حرام. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. هنا قال عام الفتح وهو بمكة. الخمر متى حرمت؟ يعني في السنة الخامسة أظن، نعم أو السادسة. فحرم بيع الخمر يعني أكد تحريم الخمر صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما لأن الناس هنا كانوا جدد وفي المدينة سمعوا ناس قدم، فلذلك نجد أن في حجة الوداع كرر النبي صلى الله عليه وسلم معنى واحد في مكة قبل الحج، ثم في عرفات، ثم في منى، لأن التحق به ناس جدد لم يسمعوا من قبله. فمن هذا لا يقال إن تحريم الخمر تاريخه يوم الفتح، هنا قال عام الفتح ليس تحريمه من قبل هذا، إلا أنه والله أعلم يكون جدد تحريمه وخطب الناس في لتحريمه. نعم. ثم قال باب ما جاء في الرجوع في الهبة. هبة أن يعطي الإنسان شيئا بدون مقابل، فسواء كان هو من الأرحام أو من غير الأرحام. قال حدثنا أحمد بن أبدع الضبي أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا أيوب، من يكون أنا؟ أيوب ابن أبي تميمة أو أيوب بن كيسان السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فما دام فعل الكلب سيء فلا ينبغي نفعل الفعل السيء. ليس لنا المثل السوء، الكلب يعود في قيئه، فالواهب للشيء لا يجوز له أن يعود في هبته. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الحديث بنسه وبسياقه يدل على تحريم العود في الهبة، هذا واضح جدا. لكن على كل حال تجد في كل مسألة اختلاف بعض الآراء، وليس كل اختلاف ينبغي أن يكون صحيحا. وبعض الناس مساكين في علم الله، علم دين الله، فيقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، هكذا يقولون مساكين، مسائل الخلاف لا إنكار فيه، إنما مسائل الاجتهاد صحيح، إذا كان اجتهاد مقبولا فهذا لا إنكار فيه على المجتهد إذا خالف مجتهدا آخر. أما مسائل الخلاف إذا لم يكن إنكار فمعناه إن الله في كل مكان وإن الله على العرش أيضا، ما هو كذا الناس خالفوا، وإن الله لا يتصف بأي صفة كله صحيح؟ لا. فإذا هنا انظروا ماذا قال، قالوا وهذا لا شك أن فيه أبلغ في الزجر، ليس لنا مثل السوء، لكنه قال ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، ذهب جمهور العلماء إلى هذا الحديث. نعم، ذهب جمهور العلماء إلا هبة إلى هذا الحديث، إلا هبة الوالد لولده، جمع بين هذا الحديث وحديث النعمان ابن بشير. جاء في الحديث أن حديث النعمان بن بشير كان أخطأ، فوجب عليه أن يرد النصاب إلى مكانه. فهنا لكن إذا كان الأب آتى ولده شيئا فهو بدليل آخر يجوز
ليس من هذا الحديث، إنما بدليل آخر يجوز أن يرجع، لأنه مالك مالك أو مالك أي شيء لك فهو لأبيك، فهو لأبيك. ففي هذا المعنى قالوا جاز للأب أن يرجع في هبة أبيه. أما إذا أخطأ ووهب بعض الأولاد دون الأولاد فهذا جور وهذا ظلم، وإني لا أشهد على جور. فلا يكون حديث النعمان بن بشير دليلا لهذا، لأن حديث النعمان بن بشير كان أخطأ رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وهبت لك وأشهدك على هذا، قال هل آتيت كل هل نحلت مثل هذا كل ولدك؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. فهذا نوع آخر. أما إذا كان بالفعل ولد واحد فقط، افرض ولد واحد ووهبه شيء والده واحتاج الوالد، جاز له أن يأخذ منه مثل ما لم يكن وهب له، وعند الولد مالا عند الاحتياج يجوز للأب أن يأخذ من ماله. فعلى هذا إلا الأب يكون هذا الاستثناء في محله. وحديث النعمان بن بشير العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وفي رواية البخاري العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال الطحاوي قوله، الطحاوي تعرفونه رحمة الله عليه، 300 وكم توفي، 300 وكم، هو بعد النسائي رحمه الله، النسائي آخر واحد من أئمة الكتب الستة، 303 أظن، هو 321 توفي. النسائي الطحاوي له كتاب شرح مشكل الآثار، له كتاب شرح معاني الآثار، هذا الكلام في معاني الآثار. قال الطحاوي قوله عائد في قيه، وإن اقتضى التحريم لكون القي حراما، لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم. سبحان الله، هكذا هو من المحدثين القدامى يقول هذا الكلام، لكنه كان يميل إلى القياس والرأي وإلى رأي أهل الكوفة. وإن اقتضى التحريم لكون القي حراما، لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد فالقي ليس حراما عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، يعني جاز له مثل الكلب يقي عجيب هذا سبحان الله. والآخر يفهم، وهو الواجب أن يفهم، ماذا يفعل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، الكلب يعود في قيه والعائد في هبته بهذا المثل، فليس لنا هذا المثل، معناه لا يجوز. لكنه سبحان الله، انظر كيف يعني فهم هذا. يقول ولكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعمد فالقي ليس حراما عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له، بأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر، كقوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. الحاصل أن هذا واضح جدا في التحريم الشديد، الزجر الشديد في التحريم، وهو نفسه جعله علة لعدم التحريم. فهذا الفهم لا شك أنه خطأ ولا شك فيه، غفر الله الجميع. نعم. ثم قال حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا لون أو نوع من إيراد الترمذي رحمه الله حديث، وهو قليل أنه يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد، وإلا الأصل فيه أنه يذكر الإسناد أولا. هنا قال انظروا، قال حدثنا بذلك، قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية إلى آخره. حدثنا بذلك محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات المعروفين، عن حسين، عن حسين المعلم، وهو حسين بن ذكوان المعلم ثقة، عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بهذا الحديث أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا هو الاستثناء في هذا الباب، لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة إلا الوالد في هبته فيه أو لأبي ابنه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هنا أشار إلى شيء، يقول إذا كان ذي رحم محرم، معناه غير الوالد، إذا كان الأخ آتى أخاه أخته بنته أو شيء فلا يجوز له أن يرجع، هكذا قال. وأما غيره من الناس الأباعد عنه وليس من ذوي المحارم فجاز له أن يرجع فيما لم يثمنه. هذه مسألة في الحقيقة مسألة جديدة أدخل فيها قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو، فكروا في كلمة لام، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. عبد الله بن مسعود وغيرهم فسروا قالوا هذا الرجل يعطي أحدا شيئا ويرجو منه، يعني يقصد ليربو ويرجو منه أو يقصد منه أن يعطيه أكثر من هذا، فلما لم يعطه جاز له أن يسترجع يطلب. وهذا يدخل في والله المستعان جاء فيه أنه استضافة، مسألة الاستضافة نظيره، إذا أضفت شخصا ثم نزلت عنده ولم يضفك جاز لك أن ترجع، هذا معروف، هذا في أمور الواجب للمسلمين أن يضيف بعضهم بعضا، لكن أنت بنفسك إذا أضفت أحدا ثم قدر الله أنك نزلت عنده فجاز لك أن تطلب منه ما استضفته كما جاء في الأحاديث الصحيحة. مثل هذا المعنى إذا آتى وأراد أن يعطى أكثر من هذا، فإذا لم يعطى فجاز له أن يسترجع هبته. هذه مسألة أخرى من أول الأمر يقصد أنه يعطى بدله، والترافد في مسائل كثيرة الآن في بعض البلدان، حتى هنا سمعنا أنه موجود. فمثلا في زواج ولدك الناس يذوبون الخيالات، الخيال تعرفونه، الخيال يعني الغنم وحاجات، ويعطون هدية، في إذا جاء دوره هو لابد أن تعطيه وإلا أنت تكون محاسبا من قبل القبيلة، ولذلك يتدينون أو يستدينون وأشياء كذا. فهذا المعنى إذا كان موجود لهذا المعنى جاز له أن يعطي، وإذا لم يثب فجاز له أن يطلب، يقول أنت أنا أعطيتك وأنت ما أعطيتني بالمناسبة أعطني حقي، إذا كان من أول الأمر قصد. أما إذا كان وهب لله منح لله ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يسترجع أبدا. نعم. الرجوع في حتى لو قبض، الرجوع في الهبة أعطاه وملكه، ما ذلك يقول آتني حقي وأنت أنا طلبت منك مثل هذا ما أعطيتني، جاءتني المناسبة وفي مناسبتك أنا أعطيتك، الظاهر هذا جاز أن يطلب. نعم. أما ولو قبضه فهذا حق له يطلبه، يعني ما وهب، فإذا وعد، قل كذا من وهب هبة أو وعد عدة. أبو بكر رضي الله عنه مه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم هبة أو عدة فليأتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يعيد ويقول إذا جاء شيء إن شاء الله لك نعطيك شيء، فأعطاهم. فمثل هذا إذا كان وعد فقط فهذا له معنى، والهبة فيمسك ما يعطي، أو
إذا جاز له ما دام ما مكنه جاز له أن يرجع، لكن إذا كان مكنه لله ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمن عليه بأني آتيتك أو آتني بدله أو كذا. نعم، لكن إذا كان من أول الأمر أراد هذا أنه يعطى مثله. الآن مثلا الناس الذين هم من رعايا الوزير والملك قد يهدون عليه ليعطى أكثر، ما هو كذا؟ هذا وارد، هذا وارد. فمثل هذا أجازوا، لكنه كيف يطلب من الذي هو كبير منه؟ نعم. فإذا رأى، وهذه الآية آية فسروها بهذا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني لا، إذا آتيت لأن تسترجع أو تطلب منه أكثر أو ترجو منه أكثر فلا أجر لك، لكن إذا آتيت لله فهو الذي لك أجر، فلا يربو عند الله. نعم، فسروا بهذا. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في العرايا. نعم، والرخصة في ذلك. العرايا جمع عرية، وهي عتية ثمر النخل دون الرقبة. وإذا أددت مكارم الأخلاق في العرب فهذا كان من مكارم الأخلاق العرايا، كذلك المنيحة. يعني إذا كان عنده أغنام وعند بعض الفقراء بجواره ليس عنده شيء، فكانوا في جاهليتهم أيضا خاصة الجيران يواسون جيرانهم فيعطونهم غنمة حتى ينقطع درها، فإما يهديها كلها أو يسترجع الشاة. كذلك النخل، إذا كان عنده نخل وهذا ليس عنده نخل، وجاءت جاء الرطب وغيره فقال هذا ثمره لك أنت، فجاز هذا إن شاء الله. ثم البيع بهذا يأتي. الرخصة في العرايا وهي العرية عتية ثمر النخل دون الرقبة. نعم، فخاصة قالوا أن العرب كان عندهم معروف، اقرأوا كتاب الألوسي رحمه الله، إيش هو الإرب في معرفة أحوال كذا، بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب. الألوسي محقق ذكر أشياء جيدة في هذه المسائل. نعم، فكان خاصة إذا أصيبوا بجدب أو قلة مال فكانت عندهم مواساة موجودة في الجاهلية، فكانوا يعطون الغنم الناقة منيحة ليشرب لبنها. نعم، بعد ذلك يأتي: هل يجوز له أن يشتري العرية رطب مثلها تمرا؟ جاز هذا، جاز هذا، ولأنه قالوا كانوا يعطون عرايا ثم بعد ذلك ربما يرى صاحب المعري له الموهوب له يقول اشتري مني هذا، اشتري مني هذا، فيقدرون النخل كم يحمل من التمر الطري، وإذا جف يكون كذا من الوسق، فيعطيهم تمرا جافا فيتملك بعدما آتاه هو وملكه غيره. هذا جاء في شراء هذا الشيء كما يأتي في الحديث. نعم، ولذلك قال هنا كذا، قال مالك: وعرية أن يعري الرجل النخلة يهبها له أو يهبلها ثمره ثم يتأذى بدخوله عليه. فيعني يدخل هو ما دام آتيته ثمر النخلة فيدخل وأنت أهلك هناك وكذا فيتأذى، فرخص له أن يشتريها هو نفسه المعري المعطي نفسه، يعني من الذي أعطاه الواهب يشتري رطبها منه بالتمر. هذا جاز، وإلا لا يجوز اشتراء الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا جف كما جاء في الحديث. أما هنا فهذا القدر قد أجيز. كذا نقل البخاري رحمه الله: قال الشافعي في العم: العرايا أن يشتري الرجل النخلة فأكثر بخرسه من التمر بأن يخرس الرطب ثم يقدر كم ينقص، إذا يبس ثم يشتري بخرسه تمرا فإن تفرق قبل أن يتقابض فسد البيع، لأن التمر بالتمر كما قال. قال الحافظ: محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيئة. الحاصل قال: حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا عبده، وهو عبده الكلابي، عبده ابن سليمان الكلابي، عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة المطلبي، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه رواية الصحابي عن الصحابي ابن عمر يروي عن زيد بن ثابت وهو رواية الأقران أيضا في المصطلح يقول رواية الأقران رواية الصحابي عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العراية أن يبيعوها بحسب مثل خرصها. محاقلة بيع الزرع في سنبلها والمزابنة التمر يعني على رأس النخل بالرطب الرطب بالتمر إلا استثناء من المزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العراية أن يبيعوها بمثلها خرصا. قال وفي الباب عن هدي أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت إن هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. يقول الأخ هنا قيل إن السيئات لا تضاعف فكيف نفعل أو كيف نجمع بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا من يأتي منكن قل لأزواجك من يأتي منكن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهنا أنت تقول إن السيئات لا تضاعف, هنا الآية لا تخالف هذا القول بالفعل, يعني الصلاة تضاعف في الحسنات تضاعف في مكان مشرف مكة والمدينة, وأما السيئات فهي سيئات واحدة لا تقال يقال 100 سيئة لكنها يغلظ عليها العذاب, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فما تعددت وما تضاعفت عدد السيئات لكنه يضاعف عليها العذاب, وهذا مما قدر الله تعالى. فإذا لا اختلاف ما يحتاج للجمع, هنا قال السيئات لا تتضاعف لكن العذاب عليها يضاعف لشرف المكان ولشرف الزمان. ومعروف أنهم قالوا من زنى بمحرم فيكون يضاعف عليه الجلد وكذا, هذه كلها أشياء من هذا المعنى يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم, وليس أنه تضاعف الحسنة السيئة. الحسنة هي التي تضاعف. إن دي بنت أرملة إيش ولها 3 أولاد فقيرة هل يجوز لي إعطاؤها زكاة مالي؟ اللهم صل على محمد. إذا كان وصى الله عليك وهي بنتك وبنت أولاد بنتك فالنفقة على بنتك إذا رجعت إليك. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان بنى بيتا للمردودة من نسائه من بناته للمردودة يعني مطلقة للبنات. عبد الله بن الزبير جاء بإسناد صحيح في مسند بن أبي شيبة أنه بنى بيتا للمردودة من بناته, فنفقة بنتك عليك إذا وصى الله عليك كما هي كانت غير متزوجة عليها, أما نفقة أولادها فأنت ليس عليك إلا رحمة جاز لك أن تعطيهم زكاة المال, ولا تعطي بنتك زكاة المال يعني هي تأكل من مال حلال من مالك أنت من غير الزكاة, لكن أولادها يستحقون زكاة مالك وهم ليسوا يعني على نفقتك أنت وعلى ليس واجبا عليهم أن تنفق إلا إذا لم يكن هناك شيء من الزكاة فلا بد أن تنفق أنت, لأن ذوي الأرحام كما قال ابن تيمية رحمه الله كلام جيد في فتاواه أنه أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض, ذكر في هذا أنه إذا كان أحد أقاربك يموت جوعا وأن توسع الله عليك يجب عليك أن تنفق. وأظنه ذكر أيضا إن في المال حقا سوى الزكاة في هذا السبيل,
فإذا يعني يجب عليه أن يواسيها ويواسيهم، لكن إذا كان عنده مال فيخصص لهؤلاء الأسباط أسباط، لكن بنته ينفق من عند نفسه والله أعلم. كنا في دار الحديث البارحة، آتاني صديقي قل كذا دهن العود وقال له أتر الشيخ، فقلت له لا، وأعطيته عتره، ثم أخذت عتري وعترت الشيخ، فغضب وقال لي لا يبيع أحدك ولا بيع أنت تعديت على أخيك، أنا أجر أخيك أخذت أنت، هذا استدلاله جيد، لا يبيع أنت. نعم، على كل حال هذه أشياء اجتماعية ينبغي أن يراعى قلوب الناس بالفعل. في سوق الحلقة في الخراج الناس يشترون البضاعة ولا ينقلونها، قلنا أن هذا المكان مشاع للناس، فإخلاؤه بحيث باع وأخذ البائع ثمنه وراح في وجهه، فصار هذا المكان له، يجوز له أن يبيع إن شاء الله ولو لم ينقل. لكن إذا كان دكان محل للشخص خاص لا يجوز لك أن تبيع على محله، وهذه لها حكم حتى تنقله. إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها يدخن هل يكون الخلع موجبا لها؟ ليست مسألة بالسرعة هكذا، لكن تداريها وتفهمها.